تكملي كلام بابا كده؟ بابايا بيقولها يعني انتوا ما عرفتونيش، انتوا دخلتوها مدارس ازاي؟ يعني ازاي؟ قالت له اصل انت الورق بتاعك اللي كان عندنا من زمان بتاع التوكيل اللي احنا كنا عاملين، اللي احنا هم كلهم كانوا عاملينه عشان وفاة بابا برضو كان ورث وشقة والكلام ده، بطاقتك معانا فبنتصرف بيها. طيب البنت دي كانت عاملة معاكي ازاي بقى، او دلوقتي اصلا عاملة معاكي ايه؟ هي لحد الفترة اللي كانت بتتعرف عليا فيها كانت بتعاملني كويس، بس بعد كده لما بدأت ان انا اخش بقى يعني يا جماعة مين دي، عرفوني في اوصلها ازاي، يعني ايه الاكونت بتاعها، ايه رقمها، انا عايزة اكلمها. في الاول يعني جات لي حتة ان هي ايه، طب خلاص يا جماعة دي اختي، طب هتقعد تعيش معانا، طب ما نكلمها نقرب منها عادي، ما انا عايشة 19 سنة ما عنديش اخوات، مش هزعل بالعكس هبسط، يعني انا كنت بطلب من مامتي ان هي تجيب لي اخوات. ففي الاخر لقيت رد فعل منها غريب جدا. ايه بقى؟ بتشتم في بابايا ومامتي. ليه؟ معرفش، اكيد اللي قايل لها حاجه قايل لها من اهل بابايا ان هم مثلا مش كويسين مش حلوين، اصل لو عرفوا هيعملوا مشكله. هي كان لحد الان هي بتشتم فيهم. ليه؟ معرفش، وشتايم مش عاديه، شتايم يعني ما تخيلهاش، ودايما حاطه في دماغها ان انا لو هتكلم او هشتكي ان انا هتكلم على معاش او ورث او اي حاجه من الحاجات دي، وانا نهائي انا كل اللي انا عايزه يعني بتكلم فيه او ان انا عايزه اوصله، انا مش عايزاكي على اسم بابايا ومامتي، ولا بابايا ومامتي عايزينك. استني منا، هي جاتلك وهي عارفه انت مين، بس انت مش عارفه هي مين بالظبط، فجت تتقرب وتوضح لك ان هي مين بالظبط. انت اللي عشت القصه من الشخص اللي واقف قدامك والبهدله اتبهدلك او بيشتمك باباك ومامتك والكلام الفاضي ده، هو سمع ايه فيكي انت وباباك ومامتك؟ معرفش. ابوها هيسمع ليه؟ هم قالوا لك الروايه ان هم يعني هم اعترفوا لوالدك بالظبط ان هم لقوا البنت دي. اه اكيد في روايه تانية حكينها ليها هي بقى. ايه هي او الرواية؟ في حقيقه وراهم هم. طب بابا ما حاولش يعرفها ازاي؟ حاول، بدأوا يجوا، احنا كنا ساكنين الأول في امبابة، بدأوا يجوا اخواته عندنا في البيت يتخانقوا معاه، يشتموه، يبهدلوه، كمة قلة الأدب بقى مع بابايا، وأنا بالنسبة لي يعني الدنيا في كفة وبابايا ومامته في كفة تانية. اه طبعا. أنا وقفت كده، قلتها لبابا وماما أنا ما عنديش مشكلة معايا، أتشتم أتهزق مفيش مشكلة، أنتوا لأ. أنتوا لأ. أيوة حقك، أنت مالكيش غيرهم في الدنيا. بالظبط. طيب السؤال بطريقة تانية، ايه اللي ممكن يكون وصل للبنت دي مخليها عامله كده وعنيفه معاكي؟ ان احنا عايزين نرفع قضيه من زمان، قضيه اسقاط نسب وتزوير في اوراق رسميه. اه احنا من ساعه ما عرفنا واحنا سالنا يعني ايه نقدر نشيلها ازاي، ده اللي اتقال لنا، قضيه اسقاط نسب وتزوير في اوراق رسميه، لان طبعا اللي خد بطاقه بابايا لما هيروحوا السجل المدني بتاع المرج، لان هي متسجله في المرج، هيجيبوا مين اللي مضى في دفتر الصحه بالظبط. أيوة صح. هتبقى عمتي، فدي طبعا تزوير. طب عمتك عامله ايه دلوقتي يعني؟ عمتي اللي هو خلاص اللي حصل حصل، نعمل ايه يعني؟ طب مين البنت دي؟ ما بيردوش، ما بيقولوش. لقيناها فين؟ في زباله مرميه في الشارع عندنا في المرج. طب هي عارفه ان هي اتلقت في زباله مرميه؟ قعدت فتره في الاول كانت فاكره ان بابايا هو باباها، وكان متجوز واحده تانية غير مامتي ورماهم هما الاثنين في الشارع. بعد كده بدأوا يمهدوا لها الموضوع واحدة واحدة، اللي هو لا مش باباكي، لأن برضو هي في البداية خالص خالص كانت بتشتم في مامتي، بس انتي ومامتك انتي غلطانة، انتي اصل انتي اصل مامتك هي السبب، اصل مامتك هي اللي خلتنا ترمي في الشارع كده. بعد كده بقى بدأت تفهم. هو الكلام ده من كام سنة؟ انتي عايشة الفيلم ده بقالك كام سنة؟ من 2019 شهر 3 2019. كنت كام سنة؟ كنت 18 سنة. وهي؟ نفس السن. هي نفس عمرك؟ اه. الفرق بيني وبينها 4 شهور، أنا 17/1/2001، هي 28/4/2001. مين بيصرف عليها؟ الناس اللي هي عايشة معاها. اللي هما مين؟ آه، ابن خالة بابايا. وزوجته؟ اه، وأولادهم، بس أولادهم كبار متجوزين. يعني هم مش عندهم اطفال اصلا؟ اه عندهم اطفال او كبروا واتجوزوا. بالظبط. اه اللي هم كام سنه دلوقتي؟
لا يعني معرفش ما اعرفش، بس هم كبار متجوزين ومخلفين، يعني مش لسه مثلا متجوزين من قريب، لا ده كبار جدا. هي كل كلامها اصلا حاليا او الفتره المؤخره بقى لما خلاص لقيتني سكت شويه، انا كنت ساكته بسبب ان انا نفسيتي زفت. انا دخلت سنه كليه علوم كنت جايبه مجموع، يعني بابا كان منتظر ان الوزير يكلمه، ما جبتش مجموع طب اسنان فدخلت علوم، طبعا علوم جنب حقوق لان هي دخلت حقوق، فكان بالنسبه لي بشوفها بحس بوجع، انا مش فاهمه حاجه. انا في اللحظه كنت عايزاكي تيجي تعيشي معايا ومعتبراكي اختي، فجاه يقولوا لي لا مش اختك، لا دي واحده لقوها في الشارع، وفجاه لقيتي بتشتمي وبتهاجمينا. طب ليه؟ طب ايه الجمل الفرديه اللي قالتها لك منها ليكي؟ لا منها ليا يعني شتايم مش هينفع تتقال نهائي، يعني مش عايزه تقرب منك حب؟ لا خالص. ولا عايزه تقرب اصلا؟ لا شتايم يا شخصيا ليا انا شخصيه تعيب فيا، ويعني بمعنى كلمه في سمعتي يا في اهلي. طيب ليها كبير نرجع له؟ ليها كبير نرجع له. رجعتوا له؟ رجعنا له. انا مالي؟ عايزين ترفعوا قضيه ارفعوا. ده اللي هو عمي، قعدت سنه في الكليه حبيت ان انا احول، مرتحتش ما نجحتش فيها بمعنى اصح، مرتحتش، نقلت كليه وجامعه تانية خالص، لقيتها بقى بتدخل ان انا سقطت بقى وان انا فاشله وان بابايا ومامتي مش عارفين يربوني وان هي احسن مني وان هي اسمها بيدي فخر الاسم بابايا وهي بتزوده شرف وانا لا. انت عايشه حياه؟ عايشه حياه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. الكلام ده كان من اسبوعين.